يوما كنظموا المراجع الاول اللي زناته للتوجيه، التوجيه المدرسي والمهني. اليوم كيحضروا اليوم درنا هذا الملتقى باش نعطيو فرصه للشباب عين حروده بانه يشوف عن قرب المدارس واللي يقدر يكمل فيهم مساره الدراسي من بعد البكالوريا. ايضا عطينا الفرصه للشباب العاطل انه يحضر معنا يشوف كاينه لانابيك اللي تقدر تعطي يبحث عن فرص الشغل. ايضا كاين بالنسبه للحاملين المشاريع او اللي عندهم افكار حاملين المشاريع، كاين المبادره الوطنيه اللي جات اليوم حتى معنا، كاين مؤسسه محمد الخامس للتضامن اللي كتعطي حتى الدعم، ايضا كاين الوكاله الاجتماعيه. وهذا الشيء كامل درناه باش نعطيو الفرصه للشباب عين حروده. وكنشكر الصحافه اللي حضروا معنا، وكنشكر المجلس الجماعي اللي ساندنا، والامن وجميع المتدخلين واللي نجحوا هذا الملتقى، وكنشكركم. احنا حاضرين اليوم في هذا الملتقى ديال الطالب من اجل التوجيه حول فرص الشغل اللي كاينه وشنو كيتطلب سوق الشغل، وفي نفس الوقت بالنسبه للشباب اللي حاملين المشاريع حنا كاينين هنا باش نقدروا نوريهم شنو هما البرامج اللي كاينه اللي يقدروا يستافدوا منها، سواء في اطار التشغيل الذاتي او في اطار التشغيل في المؤسسات الخاصه. وحنا متواجدين اليوم بعين حروده نظرا للقرب ديالها من المدينه المحمديه، وبما ان كيتعذر على الشباب انهم يجيو عندنا الوكاله، حنا التقينا اننا نجيو نشاركوا في هذا اللقاء ديال الاسبوع ديال ملتقى ديال الطالب باش نتواصلوا معهم ونشرحوا لهم كاع داكشي اللي غيقدروا يحتاجوه من بعد ان شاء الله اللي بغيو يولجوا سوق الشغل. جينا في مدينه المحمديه بما انهم تما كيتعذر عليهم ما عندهمش الامكانيات باش يقدروا يتديبلاصاو حتى لعند المدينه، حنا كنا اقترحنا على المجلس السابق وعلى هذا المجلس اللي كاين دابا اننا نديروا فرع ديال الوكاله ديال المحمديه ديال لانابيك هنا في عين حروده باش تكون في اطار القرب ولا تقريب الخدمات ديالنا لهاد الساكنه. والحمد لله حنا في طور الاشتغال على هذه الاتفاقيه هذه، كنتسناوها غير ان شاء الله تدوز في التوقيع باش ان شاء الله تخرج الحيز الوجود. هادشي اللي كاين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المعهد هذا هو معهد جديد بهذه المنطقه هذه، لاول مره الان كيكون معهد بواحد المعايير اللي هي جديده الان اللي كتلائم جميع المتطلبات ديال التكوين اللي هو معهد دابا الان بزناتها. هذا المعهد هذا كيواكب اربعه ديال يعني كات سيكتور سكون ابي دو فورماسيون، كاين لو جيني الكتريك، جيني ميكانيك، ديجيتال، جيستيون دونتربريز، الباتيمون. دونك عندنا généralement un certain nombre ce qu'on appelle de secteurs. Donc normalement là nous allons ce qu'on appelle accompagner les jeunes d'Yana dans le cadre d'une formation ce qu'on appelle diplômante. Bah, nous avons très cette année nous allons démarrer avec 11 branches اللي فيها جميع المستويات، المستوى ديال سبيسياليزاسيون بالنسبه للناس اللي عندهم يعني النافياماني اللي عندهم باردون السادس سيزياماني ولا من القطع يعني في هذه السنه هذه، ولا الكاليفيكاسيون بالنسبه للناس اللي عندهم النافياماني اللي نقاطعوا ولا ديجا عندهم لو نيفو نافياماني. وبالنسبه وعندنا تكنيسيان المستوى التقني بالنسبه للناس اللي عندهم نيفو باك، والمستوى التقني متخصص للناس اللي عندهم الباك. دونك التخصصات الان اللي عندنا كاين لا جيستيون دونتربريز اللي فيها تكنيسيان سبيسياليزي، وفيها لو نيفو تكنيسيان. دونك عندنا جوج المستويات بالنسبه لو سيكتور ديال لا جيستيون اي كوميرس، تكنيسيان سبيسياليزي اي اون جيستيون دونتربريز، وكاين تكنيسيان اون اسيسو ادمينستراتيف. هاد لي دو برونش نورمالمون سون توفير كاع لي نيفو سوا باك ولا نيفو باك جينيرالمون توت برونش كونفوندو. وبالنسبه للجيني اللي دونك عندنا ديجيتال باردون لو نيفو ديال ديجيتال اللي عندنا دو برونش لو ديفلوبمون انفورماتيك اي لانفراستركتور د انفورماتيك بيان سور، هذا سي ان نيفو كي تكنيسيان سبيسياليزي. بالنسبه للجيني الكتريك عندنا فيها لا سبيسياليزاسيون دي سيليتريسي دو باتيمون، وعندنا دونك دو برونش اون برونش لي دو برونش كاليف كاليفيكاسيون اللي هي électricité, entretien d'électricité, installation d'électricité. Ou Adna Kadalik, un technicien ou électricien industriel. Ou Adna, une branche, c'est la première fois qu'on a été enlevé par Tkouil Mihani ou Alumra Katkoun Fiznat.
ثلاثه وكتكون على صعيد اقليم مدينه المحمديه وعلى صعيد المغرب كله، هي اون برونش كي سبيسياليز دون لو روبوتيك، دونك هذا سي اون برونش اللي هي جديده بوغ تكنيسيان سبيسياليزي. وعندنا بالنسبه للباتيمون عندنا اون برونش سبيسياليزاسيون اي نوفو كاليفيكاسيون بالنسبه من وزاره الالومنيوم. وعندنا بالنسبه للجيني ميكانيك عندنا لا كونستركسيون ميتاليك اي تكنيسيان في لا برودكسيون ميكانيك، دونك هادو ان سيغتان نوم بروش. بيان سيغ حنا اليوم الان كنجيو على اساس اننا باش نقربوا الجميع يعني الباحثين على تكوين في هاد التخصصات هادو، والفريق الان ديال زناتا الان كيحاول كيعطي مجموعه الشروحات الان بالنسبه لهاد التخصصات هادو والانماط ديال التكوين المهني. كذلك الان اللي بغيت نقول للاخوان ديالنا ان عندنا دي بورت اوفيرت، يعني عندنا ان اسباس دانفورماسيون اي دانيماسيون اللي كاين مفتوح 7 جور، يعني كاين باردون 5 جور من الاثنين حتى السبت، يعني ممكن ان الاخوان الطلبه سواء الطلبه سواء التلاميذ الان اللي باحثين اللي كيهمهم انهم يديروا واحد التكوين الا انهم يجيو عندنا، وبيان سور حنا مستعدين ان نعطيهم جميع التخصصات. دونك اخر حاجه نبغي ان نقول ان هذه بادره طيبه بالنسبه اللي نظموا هذه المبادره هذه، لانها كتحاول انها كتقرب هي ملتقى ما بين الباحثين عن التكوين وكذلك الناس اللي كيقدموا عروض ديال التكوين. واليوم كنحضروا ضمن هذا الملتقى اللي كتنظموا جمعيه النجاح زناتي للتنميه والتعاون بالشراكه مع المجلس الجماعي لجامعه عين حروده بخصوص تاطير وتوجيه الشباب اللي هما مقبلين الولوج الجامعات و توسكي يونيفرسيتير بروفيسيونيل اي سكولير بحضور شخصيات اللي عندها قيمه مضافه لتوجيه الشباب اللي بغى يمشي للجامعه اللي بغى يمشي دي سونتر اكسيتيرا بور فير بون اورينتاسيون يونيفرسيتير سكولير اي بروفيسيونيل. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد زناتا نيوز.